لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري وعليه شرح الشيخ الفوزان، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. قال: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. قال في الشرح: قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا، قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فأخبر سبحانه أنه أنزل القرآن فيه آيات محكمات واضحة المعنى لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، وآيات متشابهات تحتاج في تفسيرها إلى غيرها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك كالمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، كل هذا موجود في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل الزيغ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم لأنهم يريدون الفتنة، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون طرفا وهو المتشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يفسره ويوضحه ويقيده ويبينه. أما الراسخون في العلم الثابتون فيه فإنهم يقولون كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه ويبينه لهم، فيعملون بالقرآن كله وبالسنة كلها ويقولون كل من عند ربنا. مجمل هذه العبارة من كلام الشارح تعليقا على يعني عبارة صاحب المتن، أن من القرآن ومن الحديث وأدلة القرآن وأدلة الحديث ما هو محكم لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنه ما هو متشابه يحتمل معان متعددة، وكذلك أيضا يدخل في المتشابه ما هو متشابه عند البعض دون البعض الآخر، يعني قد يشتبه معنى على بعض الناس ولا يشتبه على البعض الآخر. فالله عز وجل علمه من علمه من خلقه فيعلمونه، والبعض الآخر لا يعلمونه فيكون متشابها عليهم. ولذلك فخلاصة الكلام أن المتشابه على قسمين: متشابه حقيقي، هذا يشتبه على كل أحد، هذا يشتبه على كل أحد، ومتشابه نسبي، يعني يشتبه على البعض دون الكل، أو يشتبه على البعض ولا يشتبه على البعض الآخر. يعني من المتشابه المثال الأول أو النوع الأول الذي يشتبه على الكل
وهو الذي يسميه العلماء أحيانا بالمتشابه الحقيقي، أي الذي يشتبه على كل الناس. من أشهر ذلك كنه صفات الله سبحانه وتعالى، يعني كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، هذا من المتشابه الحقيقي، هذا من المتشابه الذي يشتبه على الكل. يعني من من العلماء وأكابر العلماء بل والأنبياء، من يعرف كيفية صفة من صفات الله عز وجل؟ لا أحد، لا أحد يعرف كيفية هذه الصفة، وإن كنا نعلم معناها لكن لا نعلم كيفيتها، ولا أحد يعلم ذلك ولا الأنبياء. وهذا من المتشابه الحقيقي، يعني الذي لا يعلم كنهه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فإذا كان ليس كمثله شيء، كيف سيكيف الناس صفات هذا الإله العظيم الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء؟ إذن هذا من المتشابه الإيش؟ الحقيقي، الذي يشتبه على كل الخلق، يعني لا يقدر الخلق أن يصلوا إلى وصفه وكنهه. وهناك النوع الآخر كما أشرنا، وهو المتشابه النسبي، يعني يشتبه على البعض ولا يشتبه على البعض الآخر، فيشتبه ربما على العمي والجاهل ولا يشتبه على العالم، بل ربما يشتبه بين العلماء فيعرفه بعضهم ولا يعرفه بعضهم، لا مانع. فهذا متشابه نسبي. ولذلك آيات الصفات أو نصوص وأدلة الصفات كلها من المتشابه الإيش؟ الحقيقي، كلها من المتشابه الحقيقي، باعتبار ماذا؟ باعتبار الكيف، باعتبار الكيف هي من المتشابه الحقيقي. أما من باعتبار المعنى فهي محكمة بالنسبة لنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا بما نعرفه أنه سميع، إذن فنثبت لله عز وجل السمع من غير التباس بإذن الله تعالى. الذي يشتبه علينا هو كيفية ذلك، هذا ما نعلمه. فهذا المتشابه لا نخوض فيه، لا نخوض فيه. لماذا لا يخوض فيه أهل السنة؟ لأنهم يردون هذا المتشابه إلى الإيش؟ المحكم. ومثال آيات الصفات كلها متشابهة، نردها إلى المحكم، قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا محكم، ليس كمثله شيء، خلاص. هذا الأمر لا يجوز لأحد أن يخوض فيه، ولا أن يقول لا المقصود به كذا والمقصود به كذا ونحو ذلك، لا، ليس لأحد أن يخوض في ذلك، لأن هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه قال ليس كمثله شيء، خلاص، مهما حاولت أنت، وإنما تثبت ذلك وتقول على ما يليق به جلاله، على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. أما أهل الزيغ فإنهم يتجهون إلى المتشابه ويحاولون أن يطعنوا أو أن يحرفوا من خلال هذا المتشابه. نعم. قال أما أهل الزيغ فيأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر ويقولون هذا من القرآن. نعم هو من القرآن، ولكن هو في نفسه غير واضح يحتاج إلى توضيح، والله قد وضحهم في آيات أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح في أحاديث صحيحة، فيرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى بعضه، فيفسر بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، ويوضح بعضه بعضا. هذه طريقة أهل العلم الراسخين. أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون ببعض الكتاب
ويتركون بعضه. وهذا موجود في كل زمان ومكان. احنا ضربنا مثال على المحكم والمتشابه ونحو ذلك، في أعظم مثال على ذلك وهو الكلام في مسألة الصفات، لكن لا يمنع أن هناك في المتشابه النسبي ألوان وأشكال انحرف فيها أهل الزيغ والضلال في المتشابه النسبي، ولعلها يأتي أمثلة معنا إن شاء الله. قال: وهذا موجود في كل زمان ومكان، جزاكم الله خيرا، بعضهم يفعل هذا عن تعمد ويريد التضليل، وبعضهم يفعل هذا عن جهل لأنه متعالم لا يدري، لم يدرس الأصول ولم يدرس علوم القرآن وعلوم الحديث والمصطلح وأصول الفقه، لم يدرس من هذه الأمور، غاية ما هناك أنه كثير المطالعة وكثير الحفظ فظن أنه عالم، إذا كان يحفظ كثيرا ويطالع كثيرا، لكن ليس عنده أصول العلم وقواعده لأنه لم يتعلم على أهل العلم، فهذا على جهل وهو في نفس الأمر ضال، لأن الطريق الذي يسير فيه طريق ضلال. أمور الدين وأمور الأحكام الشرعية تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تعلم وتحتاج إلى تلق عن أهل العلم، فهم بين أمرين: إما زائغ، يعني أهل التمسك بالمتشابه، يعني إما زائغ يعرف أنه مخطئ ولكن يريد التضليل ويقول هذه آية وهذا حديث وأنا أستدل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويغر الناس، وإما جاهل لا يدري ما طريقة الاستدلال ولا طريقة فهم النصوص، لا يعرف هذه الأمور لأنه لم يتعلم على أهل العلم، إنما تعلم على الورق. فالأمر خطير جدا، لذلك يتعين على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر وأن يدرسوه دراسة حقيقية على أهل العلم وعلى أهل البصيرة إن كانوا يريدون الهدى والخير، وإلا فالمسألة خطيرة جدا. وليس الأمر مقصورا عليهم أنهم يهلكون وحدهم، لكن يهلكون غيرهم ممن يقتدي بهم ويتبعهم. فأدلة الشرع مترابطة بعضها ببعض، والأحكام الشرعية مترابطة، والذي يقطع الصلة بينها يقطع ما أمر الله به أن يوصل، ويكون من الذين قال الله فيهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. قوله: ولا تقس شيئا، قال المراد القياس الباطل. مثلا قال الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال وفي الآية التي بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال: جعل عدة الوفاة سنة كاملة. في الآية الثانية: جعل عدة الوفاة سنة كاملة. وفي الآية الأولى: جعل عدة الوفاة دي أربعة أشهر وعشرة. فبأي الآيتين أنت تأخذ؟ العلماء جمعوا بين الآيتين بأن الآية الأخيرة هذه كانت في أول الأمر، حيث كانت المتوفى عنها تبقى في بيتها سنة كاملة في العدة، ثم خفف الله جل وعلا فأنزل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن، يعني بلغن أربعة أشهر وعشرة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لا جناح أن تخرج من العدة وتتزوج وتتزين وتتطيب لأنها انتهت عدتها. من الذي سيعرف هذا الجمع؟ كل الناس. إذن فهو يشتبه على البعض من الناس أو على كل الناس، ولا يعرفه إلا العالم، هو الذي يميز
والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، فيؤمنون به ويبحثون وينظرون هل هناك تعارض؟ طيب ما هو سبيل الجمع بين هذا التعارض وكذا، وخطوات التعامل مع هذا ونحو ذلك. ولذلك الآية الأولى تأمر المرأة عند وفاة زوجها بالعدة 4 أشهر و10. الآية الثانية تأمر المرأة بأن تعتد سنة كاملة بعد وفاة زوجها. فالآية الثانية منسوخة بالآية الأولى. ومما زاد الاشتباه على البعض أنها سبقتها في الترتيب في السورة. يعني اللي زاد الاشتباه عند البعض أن آية 4 أشهر الناسخة سبقت آية الإيش؟ آية الآية المنسوخة سبقتها في ترتيب الإيش؟ المصحف. فهذا زاد الأمر اشتباها، لكن العلماء يجمعون الحوادث والمناسبات وينظرون ويصلون من خلالها إلى مسألة الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. قال يعني مثال آخر، الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق فقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أي اليدين تقطع ومن أي مكان تقطع وكم المبلغ الذي تقطع به اليد؟ كل هذا ليس في القرآن، إنما هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله إليه بيان القرآن، فبين أن التي تقطع اليد اليمنى، والقطع من مفصل الكف، وأنه لا يجوز القطع إلا إذا بلغت السرقة النصاب 3 دراهم أو 1/4 دينار، فالسنة مفسرة للقرآن. من الذي سيصل إلى هذه التفاصيل؟ العلماء. أما الجاهل والعام وغير نحو ذلك هذا سيتشتبه عليه هذه الأدلة. قال الله أمر بإقامة الصلاة، كم الصلوات وما مواقيتها وما أعداد الركعات؟ من الذي بين هذا؟ قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه، فالمسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى فقه في دين الله عز وجل. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال هذا يدل على أن الذي يقتل المؤمن يكون كافرا خارجا من الملة، وإن كان في الحقيقة لفظ يدل يعني ممكن يبقى هناك لفظ أفضل شوي، وهو ها الظاهر أو يظهر، لأنه أحيانا يبقى الظاهر ممكن يبقى غير مقصود، أو أن هذا الظاهر يصرف إلى معنى آخر أو معنى تفصيلي آخر بأدليل آخر. فظاهر هذا الدليل أن الذي يقتل أخاه يكون يقتل المسلم يعني يكون كافرا، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال لكن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسماه أخا، سماه أخا لمن؟ للمقتول. قال فسمى القتيل أخا للقاتل في قوله من أخيه، قال يعني القتيل، فدل على أن القاتل لا يخرج من الإسلام وأن الأخوة الإيمانية باقية. ومن ذلك أيضا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فدل على أنه ليس مطلق القتال أو الاقتتال بين المسلمين يكون به الكفر، وإنما المقصود به كفر نعمة الله عليهم، فإن الذي يقتل أخاه المؤمن يكفر بنعمة الله عليه، وهي نعمة اجتماعهم على الدين والإيمان والإسلام ما لم يكن مستحلا، ما لم يكن
مستحلا، فإن استحل دمه كمسلم هذا الذي يكفر. ومع التنبيه على معنى الاستحلال، لأن البعض خصوصا العامة والحماسيين والإخوة العاطفيين كلمة الاستحلال عنده كلمة يعني غير منضبطة، إنه أي واحد يقتل واحد ظلما مثلا ونحو ذلك يقول لك ده بيستحل دمه، ليس شرطا أنه لما قتله استحل دمه، هو قتله كنوع من الخصومة والمشاجرة والعداوة ونحو ذلك، لكن ليس بالحتم أن يكون هذا إيش؟ استحلال. والاستحلال يقصد به أنه يعتقد في قلبه أن هذا يقتل لأنه مسلم، أن هذا يقتل لهذه العلة وهي ماذا؟ الإسلام، وليس مجرد أنه مثلا يقتل لأجل أن أخذ ماله، أخذ مثلا كذا، اعتدى عليه، ظلمه كذا فيقتله، ليس هذا هو الاستحلال، إنما هذا كله يدخل في هذا المعنى، وهو أن هذا ظلم وهذا اعتداء وهذه كبيرة ونحو ذلك. نعم. قال: فدل على أن القاتل لا يخرج من الإسلام، وأن الأخوة الإيمانية باقية، فيكون المراد بالكفر في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وكذلك في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال: من المؤمنين، دل على أنه لا يزول الإيمان بالاقتتال بين المؤمنين، وإنما هذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو كفر أصغر، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. جعل المتقاتلين إخوة، فلا بد من التروي في هذه الأمور والتفقه في الدين وأخذ العلم من مصادره وعن حملته. وكما أن في القرآن آيات متشابهة، فكذلك في الحديث أحاديث متشابهة يرد بعضها إلى بعض ويوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. من أكبر الفتن التي قامت في الأمة، فتنة قامت بسبب المتشابه والمحكم وجهل البعض بمعرفة المتشابه والمحكم، وهي فتنة الخوارج التي حصل بسببها ما حصل من فتنة عظيمة بعد ذلك واقتتال عظيم بعد ذلك، وهذا كله بسبب أنهم التبس عليهم أو أخذوا ما اشتبه عليهم من قول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأطلقوا الكفر ونزلوا كذلك الحكم بغير ما أنزل الله في غير محله، وذلك لأن عليا ومعاوية اتفقا على أن يجلس من يجلس من رجال المسلمين العلماء وينظروا في أمر الخصومة ويقضوا في ذلك، فقالوا حكموا الرجال وهم جهلة، وكما قال له ابن عباس: تعبون عليهم أنهم حكموا الرجال، والله حكم في بيضة أو في يعني حيوان صغير حكم الرجال، فكيف بمن سيحكم في دماء أمة وكذا ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل؟ فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. يعني كما نكرر، الإمام البربهاري رحمة الله عليه يعني متأثر جدا بالأحوال السياسية الموجودة في زمانه، وهي انتشار أهل البدع المجرمين من المحرفة، من أصحاب الاتجاهات الضالة المنحرفة، سواء من قدرية أو جبرية أو جهمية أو معتزلة أو غيرهم. ولذلك
تلاحظ أن الإمام يعني بين صفحات الكتاب لا يفوت صفحتين ثلاثة خمسة عشرة إلا ويرجع وينبه على مسألة التعامل مع أهل البدع، معاملة أهل البدع، كيفية التعامل مع أهل البدع. وكما ننبه ونكرر في كل مرة أن البعض تعامل مع هذا الكتاب كأنه قرآنا، ونزل كذلك كلام البربهاري على كل بدعة، وأطلقها في كل بدعة صغيرة كانت أو كبيرة، بل وغلوا في التعامل مع الناس، وكلما كلمهم إنسان يقولون له قال الإمام البربهاري كذا، ألا قرأت شرح السنة؟ قال الإمام البربهاري كذا وكذا، ويأتون بهذه العبارات التي فيها شدة من الإمام البربهاري على أهل البدع الذين كانت لهم يعني مناظرات وتأصيلات وكذا ونحو ذلك. ولذلك يحذر الإنسان من الخلط بين هذا وذاك. فيقول ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. يعني أنا أختصر يعني لأن الفقرات كلها هي نفس المعنى، إنه هو ينصح بأن الإنسان يعني إن لم يكن من أهل العلم فينبغي له ألا يتعرض لأهل البدع ولا ينظرهم، لأنه ربما اشتبهت عليه الأدلة فيقع في بدعتهم. ثم قال وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر له الحديث والدليل من السنة يرد ويقول لك ائتيني بدليل من القرآن، أو أنا أعظم القرآن جدا هات لي آية من القرآن. قال وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي. طيب أنا الآن لو عم إبراهيم ولا عم محمد ولا الناس اللي هي الطيبين اللي ساعات بيقعدوا على القهوة تيجي يتكلموا في حاجة يقول لك لا بقول لك إيه هات لي حاجة من القرآن تقول لي كده، نروح نخبطينه على طول يا جهمي على طول كده. ما هو ده للأسف فهم يعني فئة من الناس الآن محسوبين على أهل السنة وعلى السلفية والعياذ بالله. ولذلك لا بد من التفريق والفهم لفعلا هل هذه بدعة ابتداء، ثم هل هذا الذي أتى بها فعلا هو يعرف أنها بدعة، ثم إن عرف أنها بدعة هل هذا هو ممن ينظر لها وينافح عنها وينشرها ونحو ذلك، أو أنه سمعها وتأثر بها وهو لا يفهم ونحو ذلك. فلابد من التفريق في ذلك كله. قال وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهذا وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره. يعني لما تقول له حديث في النزول ينزل ربنا يقول لك هات لي حاجة من القرآن، هذا يعني إن قاله إنسان لابد أن ننظر كما ذكرنا في هذه التنبيهات. لكن كان جهمية وأشباههم كانوا يردون هذه الأحاديث أصلا ردا كليا، ويقولون هذه الأحاديث لا تثبت أو هذه الأحاديث كذا ويردونها. وغيرهم من أهل البدع الآخرين من المحرفة يردونها بطريقة التحريف، فإذا قيل لهم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقولون ينزل رحمته أو تنزل رحمته أو ينزل ملك. هذا أيضا لابد أن تفترض فيه الجهل وتعلمه وتصبر على ذلك. نعم. قال وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. ثم قال وإذا سألك أحد
عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده. مسترشد يعني بيطلب منك أنك تعلمه، فكلمه وأرشده. وإذا جاءك يناظرك يعني معناه جاء يعمل إيه؟ ينظر لبدعته وينافح عنها ويعني ينشر هذه البدعة، وهذا هو المقصود بالمناظرة هنا. قال: وإذا جاءك يناظرك فأحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. لا بد أن نحمل كلام الإمام البربهاري على أن نفيه هذا نفي للجدل والمجادلة بالباطل، وإلا فالمناظرة وجدت، ونظر أئمة الأهل العلم نظروا غيرهم، والمناظرات المشهورة للإمام أحمد والأئمة والشافعي وغيرهم مع خصومهم من أهل البدع، ثم من بعدهم كان من المتأخرين بعدهم يعني العلماء كابن تيمية وغيره من أهل العلم كانوا يناظرون أهل البدع. ولذلك فيحمل كلام الإمام البربهاري على السلامة وطلب السلامة. نعم. ثم قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، وإذا قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الحكيم لا يماري، يعني لا يدخل في مجادلات باطلة ولا فائدة من ورائها، وهو ذا المقصود. وإلا فلو أنني دخلت في مناظرة مع أهل البدع وأنا والحمد لله أقدر على رد ما عندهم من الشبه والأباطيل وكذا، هذا محمود وقد فعله الأئمة والعلماء. أما إن كان جدل عقيم لا فائدة من ورائه فخير لك ألا تفعل. قال: الحكيم لا يماري ولا يداري، يعني لا يداهن في الباطل، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. لأن الواجب على الداعي ماذا؟ الواجب على الدعاء ماذا؟ البلاغ. وهل على الرسل إلا البلاغ؟ هذا هو الواجب. طب النتائج هذه على الله ليست لك أنت، فذكر فإنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. قال: وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. يعني الحسن لعله رأى أن هذا لا فائدة من كلامه معه، وهذا يعني في محمول على إذا كان الجدال أو إذا كانت مناقشة لا فائدة من ورائها، وتعلم أن صاحب هذه المناقشة لن يتراجع لأنه صاحب هوى والعياذ بالله، فخير لك ألا تناظره. وده كتير في الحياة. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه جاءه وفد من الشيعة يوما فقالوا: جئنا نناظرك ونريد أن تناظرنا. فقال: ولكني لا أناظركم، فإنكم أصحاب هوى، وإن لكم دينكم ولنا ديننا. ورفض أن يناظرنا. لماذا؟ لأنه هو رأى أن هؤلاء مهما حاولت فأصحاب هوى مش هيتراجعوا. ولذلك كان الشيخ الألباني له كلمة جميلة جدا يقول: أناظر 100 جاهل فأعلمهم بدليل واحد، ولا أناظر صاحب هوى فلو جئته 100 دليل فإنه لن يقبل. صاحب الهوى
لو جئته بمئة دليل لا يقبل، والمسترشد لو جئته بالدليل ماذا؟ سيرجع أو سيقبل. ولذلك هذا الذي يحمل عليه هذا الكلام. قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتكم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال. هذا كان هو بيشير إلى حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ ها؟ في ماذا؟ لا، في مسألة القدر. ما هي مسألة القدر من المتشابه تحديدا؟ يعني هو هناك حديث أسيد بن حضير أنهم جلسوا يتكلمون في مسألة القدر، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم مغضبا، حتى أنه ذكر في الرواية أنه خرج وكأن في فقئ في وجهه حب الرمان من شدة الغضب. قال: فأبهذا أمرتكم؟ أو بهذا جئتكم وبهذا أمرتكم؟ إني أنهاكم عن ذلك، أو كلمة نحوه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدال في القدر، لأن هذا أيضا من المتشابه، أو فيه من المتشابه الكثير. طب لماذا العلماء صنفوا في مسائل القدر وكذا؟ للرد على أهل البدع. في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم إن ما حدش يتكلم في مسائل القدر، لكن لما تكلم أهل البدع بالباطل في مسائل القدر احتاج أهل العلم إلى الرد عليهم. قال: وكان ابن عمر، أنا بقرأ المتن فقط عشان تبقوا ماشيين معايا يعني. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما والناشطات نشطة؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. يعني لو كنت من الخوارج لضربت عنقك. محلوقا يعني حليق الإيش؟ الرأس، لأن الخوارج سيماهم الإيش؟ التحليق. وهذه فائدة، يعني أنه يكره حلق الرأس في غير حاجة، النسك، التداوي، أما في غير ذلك فيكره. وإلا وجدنا كثير من الناس وحتى بعض الإخوة بيحلق بالموس لغير حاجة، هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال: سيماهم التحليق، هي دي علامته. عشان كده عمر لما جه شاف الراجل ده اللي بيقول له: ما والناشطات نشطة؟ طب ما هو ده مش سؤال يا جماعة، بس في زمن عمر غير زماننا دلوقتي. لو جه حد دلوقتي يقول لي: وما الناشطات نشطة؟ أقول له: أنت خوارج، ولو كنت محلوكا لضربت عنقك، وكذا ونحو ذلك. لأنه الغالب في زماننا الآن الجهل. وفي هذا الزمان كان هناك من يحاول أن يثير في المسلمين فتنا، كسويسنا اللي هو ضرب عمر، اللي كان بيجيبه ياخده بجريد النخل ويديله على دماغه ويقول: تبت، فيقول: تبت يا أمير المؤمنين. اللي هو كان بيمشي في الناس في الجيش ويقعد يقول لهم: ما والذاريات ذروة والحاملات وقرة، ما ايه يعني ايه الحاجات دي؟ لان هم الناس كانوا اكترهم ايش؟ بربر وعجم، ما كانوش عرب. كان بدأت الفتوحات وبدأ الناس بقى تدخل في دين الاسلام ومش عرب، فيقوم الراجل ده يمشي في وسطيهم بقى: ايه النازعات غرقة وايه الذاريات ذروة ونحو ذلك، فيقوم يعمل لهم شبه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يفعل ماذا؟ يضربه ويؤدبه. ولذلك قال عمر: لو كنت محلوقا لضربت عنقك. لو كنت حالق راسك لكنت ضربت عنقك، انا اظنك يعني ايه؟ من الخوارج. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الخوارج ما كانوش ظهروا لسه ولا ايه، ما كانوش ظهروا في زمن عمر، لكن عمر يعلم ايش حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خير. أنا لا أراه، لا أظنه والله أعلم حديثا، لا أظنه حديثا، حتى الشيخ في الشرح لم يعلق على ذلك، وإن كان يعني هو تعامل الشيخ معاه كأنه حديث والله أعلم، لكن لا أظنه حديثا والله أعلم. ويغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أهل ربض في الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. قال: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، ولا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. هذا الكلام أيضا لابد من التفريق عند تنزيله. يقول: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. الإمام رحمه الله يقصد به أنه في زمانه كثر أهل البدع، وصار بعضهم يصف نفسه ويصف أعوانه وأتباعه أنهم أهل السنة وهم أهل بدعة. ولذلك الإمام بيقول: لا تصف أحدا بأنه صاحب سنة إلا إن كان على فعلا عليه على وصف أهل السنة. نقرأ الجزء الصغير ده في الشرح. قال: لا تزكي الشخص وتمدحه إلا عن علم، لئلا يغتر الناس بمدحك له وهو ليس كذلك. فإذا تحققت منه ومن طريقته ومن علمه ومن استقامته فإنك تزكيه، أما أن تنبعث في مدحه وتزكيته وأنت لا تعلم عنه شيئا فهذه تزكية خطيرة تغر الناس بهذا الشخص، فليت الذين يزكون الناس يتوقفون عن ذلك، فلا يزكون إلا من توفرت فيه شروط التزكية، لأن التزكية شهادة، فإذا كانت التزكية غير صحيحة صارت شهادة زور. ولذلك يحذر الإنسان فعلا من هذه الأمور، خصوصا مع الوسائل الحديثة الموجودة الآن، تجد الناس بيزكوا أنفسهم، مش بيزكوا كمان غيرهم، ده بيزكوا أنفسهم. يعني تجد واحد ربما لم يحصل من يعني العلم شيئا، وترى أول بداية التزكية: فلان أبو علان السلف الحنفي المش عارف الشافعي المش عارف الإيل بتاع. أنت طبعا أي إنسان يقرأ الاسم على النت ولا على الحاجات دي خلاص يتخض على طول، ده راجل سلفي حنفي شافعي مش عارف ايه نحو ذا، وهو يكون الراجل لسه يدوبك كده يعني بيفسر لسه الخط على الشيخ ابو اسحاق. فهذا بداية تزكية نفس. فكيف بقى لما يحب حد هيعمل ايه؟ هيغالي في هذا الحد، هيغالي فيه جدا، وهيقعد بقى يقول ده العالم الجابلي العلامة المش عارف ايه نحو ذلك، وهو ربما يكون فيه نظر. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى 4 أهواء. احنا ماشيين بالمتن ليه؟ لأن كل هذا تعرضنا له مرارا، احنا تعرضنا لكل هذه المسائل مرارا أكثر من مرة، يعني تعرضنا لهذه المسائل. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أصل 72 هوى 4 أهواء. يعني أصل 72 فرقة اللي هتتفرق عليهم الأمة أصلهم 4. قال: فمن هذه 4 أهواء تشعبت 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. وهذا سبق في الحقيقة تكلمنا عليه تفصيلا لو تذكرون، لما تكلمنا عن أصول الفرق، أصول الفرق، وإن الفرق أصلها 4 وتفرعت بعد ذلك منها وتشعبت سائر يعني الفرق. قال فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره.
أيضا هذا الموضوع تعرضنا له مرارا، مسألة الكلام في الصحابة والتحذير من التشيع ومذاهب الشيعة في الصحابة. قال: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره، لأنه دي علامة وهو ذكرها قبل كده لو تذكرون. قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه رافضي شيعي وكذا ونحو ذلك. فيعني إلى هذا القدر هنقف على قوله: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.